يعني لسه بنقول انه لاول مره لا تعايرني ولا عايرك الهم طايلني وطايلك. لا ما شفناش امبارح هوس خالص على الفيسبوك، لا زملكاويه بيحفلوا على الاهلاويه ولا العكس، خلاص الاثنين يعني حالتهم كانت. عايزين نتكلم بقى عن تعثر الزمالك والاهلي وخساره نقطتين بالتعادل السلبي. في الحقيقه يعني ماتشين الاهلي والزمالك امبارح يعني للاسف ما كانش فيه كوره خالص، يعني ما تقدمش اي كوره في الماتشين. يمكن نادي الزمالك، مباراه الزمالك كانت فقيره جدا من الناحيه الفنيه. فريق المقاولين العرب يعني للاسف المنافسين امبارح المقاولين العرب وسموحه تفوقوا على الاهلي والزمالك بشكل كبير. يعني فريق المقاولين العرب يعني يمكن كان هو اخطر كمان من نادي الزمالك في بدايه المباراه، وسجل هدف تم الغائه واقدر اكتر لا وسموحه كمان يعني وسموحه ضاع جونين كمان قدام النادي الاهلي، ضيع هدفين. فالاهلي والزمالك للاسف ما قدموش مباراتين كويسين. طب بتفسر ده بايه يعني؟ المستوى الفني ضعيف. بتفسر ده بايه انه اداء الزمالك والاهلي في نفس التوقيت يكون ضعيف بهذا الشكل؟ في اسباب كتير، في اسباب كتير. يمكن النادي يعني الزمالك تحديدا عنده مشاكل من الناحيه الهجوميه، عنده غيابات كتير، عنده اصابات كتير في الخط الامامي. التغيير التشكيل بشكل دايم، وخصوصا في النادي الاهلي. النادي الاهلي نفس الامور، بيتغير التشكيل بشكل دايم، والتدوير اللي بيحصل بشكل دايم ده بيأثر على مستوى الفريق في الفرقتين، في الاهلي والزمالك. يعني يمكن التدوير بشكل دائم اللي بيقوم بيه المدير الفني بسبب طبعا الاصابات والايقافات. طب بمناسبه الاصابات، احنا عايزين نتكلم على اصابه اللاعب اكرم توفيق. بنتكلم على الاصابات والاهلي. يمكن اكرم توفيق، اصابه اكرم توفيق طبعا يعني اثرت بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. اكرم يعني بيبقى واحد من العناصر الاساسيه جوه تشكيله النادي الاهلي. طبيعي غيابه هيأثر بشكل كبير سواء من الناحيه الدفاعيه او حتى من الناحيه الهجوميه، على الرغم ان هو يعني هجوميا ما بيكونش ما بيكونش بالقوه اللازمه يعني، لكن وجوده كان اساسي. ما كانش في حد في دكه الاحتياطي يسد مكانه؟ اعتقد يعني لو مارسيل كولر المدير الفني اشرك كريم فؤاد بدل منه هيكون افضل من محمد هاني، ان امبارح قدم مباراه سيئه جدا وكان سيء بصراحه بشكل كبير. يعني هل محمد هاني قادر ان هو يعوض غياب اكرم توفيق؟ اعتقد لا، يعني اعتقد محمد هاني بعيد تماما عن مستواه المعروف، وبعيد بقاله فتره طويله كمان. وحتى هجوم الجمهور عليه نفسيا مأثر عليه. فاعتقد ان محمد هاني ما ينفعش ان هو يقدر يحل محل اكرم توفيق. اعتقد كريم فؤاد هو الاقرب ان هو يلعب باك رايت يكون افضل يعني. اوكي. طيب احنا كمان عايزين نطمن على اخر تطورات اللاعبين يعني، وكل اللاعبين المصابين، وكمان نتكلم على الصفقات الجديده. بالنسبه للاهلي اعتقد يعني في هجوم وفي ضغط، في ضغط كبير جدا من جماهير النادي الاهلي على الاداره الفتره اللي جايه دي عشان ابرام صفقات المرحله اللي جايه، خصوصا الفريق عنده دوري ابطال افريقيا، عنده كاس عالم للانديه بالاضافه لمشاركته في الدوري وكاس مصر، فعنده منافسات كتير. وطبعا الفريق حاليا في غيابات كتير وفي تراجع مستوى عدد كبير من اللعيبه، ده اللي مخلي الجمهور قلقان بشكل كبير، وبيطالب الاداره بابرام صفقات. حتى الان النادي الاهلي ما دخلش بجديه خالص، او في على في غموض كبير حوالين من ملف الصفقات. لا هو لاعب واحد فقط، مهاجم نادي نجم الساحل التونسي اعتقد اسمه كريستو، ده اعتقد اللي في مفاوضات على انضمامه. لكن حتى الان الاهلي لسه ما حسمش الملف ده، ويمكن ده اللي مخلي الجمهور غضبان بشكل كبير على الفريق. بالنسبه لنادي الزمالك يعني اعتقد نادي الزمالك حتى الان برضو الجمهور مش راضي خالص عن الصفقات اللي ابرمها في الصيف اللي فات. يمكن على الرغم ان الزمالك ابرم 10 صفقات، طبعا بسبب المشاكل الماديه جوه النادي وكده، اعتقد ان مرحله ان هم يضموا صفقات جديده او يتعاقدوا مع صفقات جديده في يناير هتكون صعبه شويه. لكن حتى الان ال10 صفقات اللي الزمالك ابرمها
حتى الان لم تقدم اي جديد، بل بالعكس يعني الاداء مش هو ده اداء نادي الزمالك، وباستثناء يعني امام عاشور واحمد سيد زيزو هم العنصرين الافضل جوه الفريق، وحاليا داخل يوسف اسامه نبيه. اعتقد الثلاث عناصر دول باستثناء الثلاث عناصر دول الزمالك هيبقى فرصه كبيره جدا.